السلام عليكم يا شباب. دي صورة مصغرة من الامتحان. الامتحان بتاعكم ان شاء الله هيكون 37 MCQ، و البابل شيت هيبقى في الغالب بالمنظر ده. اول حاجة تكتب اسم الطالب يكون واضح، ورقم الجلوس بتاعك برضو يكون واضح، وناخد بالنا ان في فرق ما بين رقم الجلوس اللي هو اتبعت لكم ده على الجروب بتاعكم. طبعا هنا بكلم الجامعة الأهلية لعام 2022 2023 ترم أول. رقم الجلوس ده مختلف عن كود الامتحان بتاع الميدتيرم. طيب أهم حاجة برضو تظهر رقم الجلوس عشان الامتحان MCQ، فكله هيبقى كمبيوتر بيزد، بمعنى إن هو الكمبيوتر اللي هيصححه. ناخد بالنا إن أول خانة دي الآحاد من 0 لـ 9، عشرات، مئات، ألوف. طيب فرضا انا رقم جلوسي كان 5678، فانا هاجي عند الخمسة هنا واروح مظلل، هاجي عند الخمسة واروح مظلل، هاجي عند الستة في المئات واروح مظلل، هاجي عند السبعة في العشرات واروح مظلل، وهاجي هنا واروح مظلل التمانية. ده لو رقم الجلوس بتاعي كان 5678. تمام. طيب البابل شيت زي ما انتم شايفين كده هيبقى، بس كل سؤال له 5 اختيارات. الاختيار المناسب ليا هروح معلم او مظلل عليه، يا ريت بالقلم الرصاص عشان لو في اي تعديل بعد كده نقدر نعدل بسهوله. خد بالك ان انا الامتحان بتاعك الوقت بتاعه ساعتين، فخد بالك ان انت في اخر نص ساعه لازم تكون متاكد ان انت ظللت الاسئله اللي انت اوريدي حلتها، لان لو الوقت بتاع الامتحان انتهى هيبتدي المراقب يقول لك انا عايز الورقه بتاعتي، وانت في نفس الوقت مش هتقدر تظلل، وكده هتضيع الدرجات اللي انت حلتها. هيجي لك ان شاء الله 37 MCQ، مش 38، 37 MCQ. تمام يا شباب. طيب الاسئله بتتنوع ما بين الدروس اللي احنا خدناها بعد الميدترم الاولاني، بمعنى اصح بدايه من الاسبوع التامن. احنا درسنا ايه بالظبط؟ درسنا equilibrium 2 dimension، وبعد كده equilibrium 3 dimension، وبعد كده frame و machines، وبعد كده درس الفريكشن. كل الدروس اللي بعد الميدترم او بعد الميدترم الاولاني كان كلها بتتكلم عن الاتزان، سواء equilibrium او سواء frame و machine او سواء friction. كل الحالات اللي احنا درسناها اتزان، فهم المعادلات الاساسية بتاعتي اللي بتقابلني لو انا شغال في 2 dimension. معادلات الاتزان: محصلة القوة في الاكس بصفر، محصلة القوة في الواي بصفر، مجموع اللزوم حوالين اي نقطة بيساوي صفر. نفس الكلام ده في الفريم، نفس الكلام ده في الماشين، نفس الكلام ده موجود في الفريكشن. اللي بيختلف بس ان انا لو عندي equilibrium 3 dimension بيبقى عندي المعادلات الاتزان بتختلف، بتزيد شوية معايا، ان انا بيبقى عندي محصلة القوة في الاكس بصفر، محصلة القوة في الواي بصفر، محصلة القوة في الزد كمان بصفر، ومجموع اللزوم حوالين اي نقطة بيساوي الثلاث اصفار اللي هم بتوع الاكس والواي والزد. يعني 6 معلومات عندي عن الاتزان في 3 دايمنشن. طيب تعالى كده نتعرف على السؤال اللي قدامنا دوت، ونشوف كده بداية الحل تتم ازاي. اول حاجة بيقول لي determine the reaction at the pin support at A and the ruler at B. طيب يعني هو عايز مني احدد الرياكشنز اللي عند البن سبورت اللي عند الاي، يعني هو عرف لي الاي دوت اسمه بن. لو ما ذكرش الاسم اكيد الصوره هتبقى واضحه. طيب وقال لي ان السبورت اللي عند البي ده عباره عن رولر، بس انا شايف ان هو بن، بس هو في راس السؤال قال ايه؟ رولر. يبقى انا هصدق راس السؤال، برغم ان انا شايف ان ده شكل البن المتعارف عليه بالنسبه لي، لكن هو قال لي في راس السؤال ان هو رولر، يبقى انا هعامله ان هو رولر، والرولر المتعارف عليه ان هو بيعمل 1 رياكشن. الرولر بيبقى بيعمل 1 رياكشن، والرياكشن بتاع الرولر بيبقى عمودي على سطح الرولر نفسه، يعني هيبقى بالنسبة لي هنا بالميل ده. طيب بالنسبة للبن، مفروض البن بيعمل كام رياكشن؟ 2 رياكشن. طيب الاتنين رياكشن شكلهم عامل ازاي؟ بفرضهم في الاكس وفي الواي، يبقى انا عندي هنا 2 رياكشن. الرياكشن ده هسميه A X، والرياكشن ده هسميه A Y. وبالنسبة للرياكشن بتاع اللي عند البي دوت هسميه نورمال عند البي.
واخد بالي ان هو مايل مش في اتجاه الواي، في زاوية ميل. طيب لما اجي احل المعادلات بتاعتي 3 والمجاهيل بتاعتي برضو 3، انا شغال هنا ايكوليبريم 2 دايمنشن. عرفت المسألة دي ايكوليبريم 2 دايمنشن ازاي؟ انما الجسم عندي جسم واحد، مش عندي كذا جزء متصل ببعضه زي مسألة الفريم، مش عندي كلام على فريكشن او معامل احتكاك، وطبعا المسألة 2 دايمنشن وليس 3 دايمنشن، يبقى دي ايكوليبريم 2 دايمنشن. طيب انا احل ازاي؟ اول حاجة انا ابتديت فعلا في الحل ان انا رسمت الفري بول دياجرام. يعني ايه فري بول دياجرام؟ يعني الرياكشنز بتاعة الدعامات، ولو عندي ويت احطه، ولو هو ما جابش سيرته يبقى خلاص ما فيش عندي ويت، في قوة خارجية بس. واخد بالي من بقية التفاصيل بتاعة الرسمة. يعني انا عندي هنا ده بالنسبة لي كده حاجة اسمها عزل، ازدواج موجود وهشتغل عليه عادي، وده هنا القوة الخارجية اللي هو حاططها لي وقايل لي انها 50 باوند، وزي ما شايف الاتجاه بتاعها فين، في اتجاه محور اكس السالب. ببساطة هبدأ ان انا احلل القوة المايلة بتاعتي. انا عندي هنا كام قوة مايلة؟ هي قوة وحيدة اللي هي قوتي رد الفعل. فانا هبدأ احلل. عشان ما اتلخبطش في التحليل دايما هاجي عند الحاجة اللي محتاج احللها وارسم محاور موازية لإكس وواي. هرسم محاور موازية لإكس وواي عشان يبدأ يظهر عندي زاوية الميل. طيب أنا لقيت إن ميل السطح ده على محور إكس باين معايا بزاوية 30. طيب والنورمال رياكشن اللي أنا بحطه ده بيبقى عمودي على السطح. طيب يبقى الزاوية دي إجماليها 90، منهم هنا 30، يبقى فاضل هنا كام؟ 60. طيب لو دي كده اللي هي ما بين المحور بتاع الاكس ومحور واي السالب، فدي برضو اكيد 90. فدي دايما بنسميها زاوية، ودي متممتها، ودي متممة المتممة. فدايما متممة المتممة قد الزاوية الاصلية اللي هي كام؟ 30. طيب تعالى كده علشان نبدأ نحلل القوة دي، هروح محللها. شايفين راس السهم فين؟ راس السهم ده داخل للمحاور بتاعة الاكس والواي، او بمعنى صح داخل لنقطة الاصل. فانا هروح جاي هنا وراسم التحليل بتاعي ان هو داخل لنقطة الاصل. ال NB دي احللها هنا، دي بعيدة عن الزاوية، يبقى احللها NB sin الزاوية. طب وال NB دي والمركبة اللي هنا ديت برضو احللها داخلة لنقطة الاصل. ها احللها NB ها كوزين الزاوية. يبقى انا كده عملت الخطوة الاولانية اللي هي الفري بول دياجرام. تاني خطوة ان انا حللت القوى المايلة. فاضل لي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اطبق معادلات الاتزان. انا بحب ابدا دايما بمعادلة العزم، وبختار نقطة عليها اكبر عدد من المجاهيل. طبعا انا عندي نقطة الـ A ونقطة الـ B عليهم مجاهيل. AX و AY دول مجهولين مختلفين، محدش يرجع يقول لي اصل الـ B عليها مجهولين. لا، الـ B عليها مجهول واحد اسمه NB بس مركبتين. فانا عندي النقطة اللي عليها اكبر عدد من المجاهيل بالنسبة لي هي نقطة الـ A. طيب مجموع العزوم حوالين الـ A بيساوي صفر عشان دي مسألة اتزان. اكتب ايه تاني؟ اكتب بقى التحليل اللي انا عملته دوت واجيب العزوم. فانا لو مشيت كده القوة من الشمال لليمين هلاقي اول قوة قابلتني AX ودي بتمر بنقطة A فيبقى عزمها صفر، والقوة AY برضو بتمر بنقطة A ودي عزمها صفر، ولاقي هنا برضو القوة 50 خط عملها امتداده بيمر بنقطة ليه فبرضو عزمها صفر. فهلاحظ ان انا بس مش عندي اي عزم خارجي غير العزم الجاهز ده اللي انا شايف ان هو بيدور مع عقارب الساعة، يعني الاشارة بتاعته ايه؟ سالبة، يبقى سالب 100. طب اضرب في بعد عمودي؟ لا، ده عزم جاهز بيتجمع مع العزوم مباشرة وملوش حاجة اسمها بعد عمودي. فالعزم الجاهز ده انا شايف ان هو مع عقارب الساعة بالاشارة بتاعته ايه؟ سالبة. طيب اجي هنا بقى للمتغيرات اللي هم اسمهم NB sin 30 و NB cosine 30. NB sin 30 انا شايف انها كده في امتدادها اهو، لو انا مشيت الامتداد بتاعها ده هيدور حوالين نقطة الـ A في اتجاه مع عقارب الساعة، يبقى الدوران بتاعها ده موجب ولا سالب؟ تمام، الدوران بتاعها سالب. يبقى هروح قايل سالب NB sin 30 في البعد. طيب زي ما اتفقنا في المحاضرات وفي السكاشن ان انا عندي هنا قوة NB ديت sin 30 دي قوة في الاكس، فطالما قوة في الاكس يبقى بعدها العمودي اكيد هو مسافة فين؟ في الواي.
طالما قوة في الإكس يبقى أكيد بعدها العمودي مسافة فين؟ في الواي، فيبقى المسافة بتاعتي العمودية لحد نقطة الإيه هي المسافة 3 زائد 3. طبعا أنا كاتب بالتفصيل عشان تبقى عارف، لو أنا كتبت 6 ما تتلخبطش وتقول إنها 6 دي. طيب إيه تاني هيعمل عزم؟ المركبة بتاعت الكوزاين. طب أجيب عزم المركبة كوزاين إزاي؟ برضه هبص كده لأن بي أهو، أدي القوة أهي، لما أجي أبص عليها الامتداد بتاعها أهو. طب الامتداد ده هيدور حوالين نقطة الإيه؟ عكس أقارب الساعة، يعني بإشارة موجبة، يبقى أقول موجب إن بي كوزاين 30 في البعد. القوة إن بي كوزاين 30 دي قوة فين؟ في الواي، يبقى البعد العمودي بتاعها فين؟ في الإكس، اللي هو المسافة 6 زائد 5. الكلام ده كله في النهاية بيساوي إيه؟ 0. المعادلة ديت معادلة فيها مجهول واحد، وأقدر أطلع قيمته اللي هو قيمة مين؟ الـ NB. تمام كده يا شباب؟ يبقى أنا بلجأ إن أنا أبدأ بمعادلة العزم علشان أقدر أطلع مجهول أو معادلة فيها مجهول واحد، وأطير أكبر عدد من المجاهيل اللي هو كان مجهولين اللي هو AX و AY. فالمعادلة ديت معادلة فيها مجهول واحد ونقدر نطلع قيمته. طب إيه اللي فاضل؟ أنا مش فاضل لي كتير، أنا فاضل لي معادلتين اتزان، واحدة بتقول لي summation fx بيساوي صفر، والتانية بتقول summation fy بيساوي صفر. فين القوة في اتجاه الإكس؟ القوة في اتجاه الإكس تعال نبص تاني، هنلاقي هنا في القوة اللي اسمها ex والقوة اللي اسمها 50 في الاتجاه السالب. فأنا أروح قايل AX في الاتجاه الموجب سالب 50 بيساوي صفر، فأضرب مباشرة، أنا آسف إحنا هنا مركزناش بس في الجزئية بتاعت إن أنا معايا مركبة تانية تحت، ناخد بالنا معايا كمان مركبة سالب ان بي ساين 30، الكلام ده بيساوي ايه؟ صفر. وانا اوريدي هبقى جبت مين؟ ال ان بي، فهعوض بيها هنا تروح مطلع لي مين؟ ال اكس. وطبعا بعد ما اطلع قيمة ال اكس هروح معلم عليها في الاختيارات. طيب في مشاكل حتى الان؟ الدنيا سهلة وبسيطة ان شاء الله. لما اجي اخش على سميشن اف واي هعمل ايه في سميشن اف واي؟ هلاقي ان القوة بتاعت اي واي، في حاجة تانية في الواي؟ زائد ان بي كوزاين 30، الكلام ده بيساوي صفر. وزي ما اتفقنا ان احنا هنبقى جايبين ان بي، فاقدر اعوض في المعادلة دي واطلع مين؟ قيمة اي واي. كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اعلم على القيم الصحيحة عندي، بس اهم من التعليم هنا، التعليم فين يا شباب؟ التعليم في البابل شيت، السؤال الاول والتاني والتالت ابقى عارف اجاباتهم واروح معلم في البابل شيت. طيب يبقى حتى الان احنا خدنا مساله واحده تتكلم على درس مهم جدا، الايكوليبريم في 2 دايمنشن. بسرعه كده انا عملت ايه؟ قريت السؤال بتاعي، فعرفت الدعامات بتاعتي شكلها عامل ازاي او مسماها عامل ايه. فلما بصيت على الدعامات لقيت ان انا عندي بين سبورت عند الاي ورولر سبورت عند البي. طب افرض انا ما ذكرتش في راس السؤال المسميات، يبقى زي ما انت حافظها من الشيت بتاعك، شلت الدعامه وحطيت مكانها الاثنين رياكشن اللي هي البن، وشلت الدعامه ديت وحطيت مكانها الواحد رياكشن. اخد بالي ان النورمال رياكشن، والفكره دي موجوده في الامتحان، النورمال رياكشن عمودي على السطح، النورمال رياكشن عمودي على السطح، مهما كان السطح بتاعك مايل او في اتجاه الاكس او في اتجاه الواي، هو دايما عمودي على ايه؟ على السطح. بعد كده ابتديت ان انا احل المساله بتاعتي، ان انا احلل القوى المايله واخد بالي من راس الاسهم كويس قوي، خصوصا عشان المساله دي فيها اشارات. انا ممكن اريح نفسي واريحك ودايما اطلب منك الماجنيتيود بتاع الرياكشن، ازود لك كلمه هنا واقول لك انا عايز الماجنيتيود بتاع الرياكشن. ففي الحاله ديت انا مش هحتاج منك الاشارات اللي ظاهره في السؤال ده، فاخد بالي برضو من راس السؤال، هل انا طالب الماجنيتيود ولا مش طالب الماجنيتيود؟ لو مش طالب الماجنيتيود يبقى خلاص هاخد القيمة بس، وانا هتلاقي السؤال بتاعك او الاجابات بتاعتك ما فيهاش اي اشارة. طيب في الغالب هيبقى عندك سؤال تاني في التو دايمنشن، في الايكوليبريم تو دايمنشن على حسب النموذج بتاعك، في الغالب هيبقى موجود ان شاء الله لكل النماذج.
فأنا ببساطة بس هدربك تاني على مسألة بشكل تاني، لكن هي نفس طريقة الحل، بس في كونسبت معين لازم تاخد بالك منه كويس جدا. ايه هو؟ ان انا لما يكون عندي مسألة فيها حبل او فيها حتى سبرينج، دايما السبرينج دوت بيبقى له نهاية، والنهاية ديت في طرفين للسبرينج، تمام؟ الطرف ده والطرف اللي هو رابط بمين؟ بالجسم. انا بالنسبة لي هو ده الجسم، انا بالنسبة لي هو ده الجسم. ما ابتديش ابص على الدعامات ديت واقول ده انا عندي دعامة هنا اسمها بن. الله، طب انا لو عندي دعامة هنا اسمها بن ودعامة هنا اسمها بن، يبقى انا عندي كده اربعة رياكشن، وفي المسألة بتاعت الايكوليبريم تو دايمنشن مش هقدر احل. فخد بالك ان الدعامة دي بالنسبة لي انا مش هعتبرها بن، انا مش هبص ليها. ليه؟ انا هبص للي حاسس بيه الجسم ده. الجسم ده شايف ايه بالظبط؟ شايف ان هو عند الاي في بن، وعند النقطة ديت لو هي مش متسمية ممكن احنا نسميها وليكن نقطة سي، وعند نقطة سي ديت في هنا تنشن او القوة بتاعت السبرينج. انا مش محتاج تفصيل اكتر من كده، ما بصش للرياكشنات هنا واقول ان انا عندي هنا اتنين رياكشن وازود المجاهيل عندي. طيب المسألة دي ببساطة ان هو جاب لي هنا بين سبورت وحط هنا عزم اسمه ام، وادالك القيمة بتاعته في رأس السؤال، واداك الدايمنشنز اللي عندك دي، اداك الاي دوت هو عبارة عن اتنين، واداك البي ده عبارة عن مسافة واحد، واداك الاتش ديت اللي هي موجودة قدامك ديت عبارة عن مسافة اتنين، وابتدى يديك شوية معلومات تانية. زي ايه مثلا؟ قال لك السبرينج كونستنت، الثابت بتاع السبرينج ب 6000، وقال لك ان السبرينج دوت would be unstretched at h بتساوي صفر. السبرينج ده هيبقى مش مشدود او مش حاصل فيه اي استطال لو ال h بصفر. بمعنى اصح لو ال h بصفر ده معناه ان السوسته هتبقى تحت، لو السوسته تحت هيبقى طول السوسته هو الطول اللي باين على الرسم. طول السوسته لو السوسته تحت هتبقى بالمنظر ده كده، فهيبقى طول السوسته هو الطول اللي باين على الرسم اللي هو 2 زائد 1. لكن لما اجي ابص عليه لما اتش بتساوي 2، لا اكيد هو حصل له استطاله، فبقى الطول الجديد هو الطول على الرسم برضو. بمعنى ان انا عندي المسافه دي 2 زائد 1 يعني 3، والمسافه دي عندي 2، فانا اقدر اجيب مسافه الوتر ده او طول الوتر ده، الجذر التربيعي ل2 تربيع زائد 3 تربيع، فيبقى ده طول السوسته الجديد، تمام؟ واحنا عارفين ان القوه اللي هي بتاعت السوسته عباره عن كي في الدلتا ال، الكي اللي هو ثابت السوسته اللي هو مدهولي صراحه ب 6000، والدلتا ال اللي هي هتبقى عباره عن طول السوسته اثناء الدراسه اللي هو الجذر 13 ناقص الطول الاصلي بتاع السوسته اللي هو كان عند الاتش بصفر اللي هو كان ب 3. والآلة الحاسبة معاك تقدر تطلع القوة اللي في السبرينج. هو عاوز منك ايه بالظبط؟ بيقول لك determine the force F، يعني هو مديك قوة مجهولة هنا في السؤال اسمها F، اللي هي القوة دي، ومديك كمان عايز منك الرياكشنز عند ال A. فبكل بساطة هاجي كده اروح جايب الرسمة بتاعتي وابتدي ارسم الفري بود دايجرام، بمعنى ان انا ارسم الرياكشنات بتاعت الدعامات. طب انا عندي اول دعامة ديت اللي هي البن، هروح راسم هنا اتنين رياكشن اي اكس واي واي، وانا ماشي كده قابلني كابل مومنت وهو مدهولي معطى ب 2400 نيوتن في متر، والاف دي بالنسبه لي مجهوله، وفي هنا تنشن او قوه بتاعه السوسته اللي احنا اتفقنا عليها ان اي قوه بتاعه شد تبقى دايما خارجه من الجسم، والجسم اهو، يبقى ده الاتجاه بتاع القوه. طيب اعمل ايه تاني؟ هبدا الجا ان انا احلل اي قوه مايله. طب انا ايه القوه المايله اللي عندي؟ هي قوه السوسته. لما اجي احللها هيبقى عندي هنا في اف اس وهنا في اف اس في المركبات بتاعتها. مركبات ايه بالظبط؟ شايفين المثلث الكبير ده؟ شايفين المثلث الكبير ده؟ طيب المثلث ده فيه المجاور للزاويه، وفي المقابل للزاوية، وفي الوتر. فأنا لما أجي أحلل هنا بمعنى أصح إن أنا ممكن أحط النسب كده كأن المثلث هنا 2 إلى 3 إلى جذر 13 اللي هو 4 زائد 9.
فلما اجي احلل هنا هقول الاف اس دي مضروبه في 3 على جذر 13، والاف اس اللي فوق ديت او المركبه اللي فوق ديت هتبقى مضروبه في 2 على جذر 13. طيب ايه خطوات الحل بتاعتي؟ الخطوات المعدده، هبدا بمعادله العزم حول نقطه عليها اكبر عدد من المجاهيل واقول انها بتساوي صفر. طيب ليه عملنا كده؟ المساله ايكوليبريم تو دايمنشن، مين اللي قال لك؟ عندي جسم واحد، ما عنديش انا فصل، ودي مش مساله 3 دايمنشن، ودي مش مساله فريم فريم ولا ماشين، ودي مش مساله فريكشن. طيب مجموع العزوم حوالين الاي بيساوي صفر، هلاقي عندي اي اكس واي واي دول بيطيروا، فاضل لي العزم الخارجي اللي هو العزم اللي اسمه ام، وانا شايف ان هو بيدور مع عقارب الساعه، يعني الاشاره بتاعته سالبه، سالب 2400. برضو اخد بالي ان انا ما بضربش في بعد عمودي، ده عزم جاهز بيتجمع مع العزوم. وفي عندي عزم القوه اف، هي قوه اف مجهوله لكن بتعمل، لا زالت بتعمل عزم، فالعزم بتاعها هجيبه ازاي؟ انا شايف ان هو الاشاره او الاتجاه اللي هو مديهولي ان هو بيدور مع عقارب الساعه، فاقول سالب اف في البعد العمودي كام؟ 2. وفي عندي المركبه بتاعت اف اس في 3 على جذر 13، لا دي بتمر، خط عملها بيمر بنقطه الاي فما تعملش عزم. وفي المركبه اللي هي اف اس في 2 على جذر 13، لا دي بتدور عكس عقارب الساعه، يبقى الاشاره بتاعتها ايه؟ موجبه اف اس في 2 على جذر 13. كل ده مركبه القوه، لسه هضرب في مين كمان؟ هضرب في البعد العمودي اللي هو عندي كام؟ 3. القوه بالنسبه لي اهي في الواي، يبقى البعد هي مسافه في الاكس، الكلام ده في النهايه بيساوي صفر. طبعا انا المفروض انا جايب من هنا مين؟ الاف اس، فاقدر اعوض هنا واروح مطلع مين؟ قيمه الاف. وعشان ما اطولش بس في الفيديو، فانت عارف اكيد ان انا هلجا واقول سميشن اف اكس بيساوي صفر، وهجمع القوه في الاكس، هلاقي اي اكس سالب اف اس في 3 على جذر 13 بيساوي صفر، واقدر اطلع من هنا مين؟ الاي اكس. هروح قايل سميشن الفورس في اتجاه الواي بيساوي صفر، وهلاقي هنا اي واي ناقص الاف زائد، نطلع بس عشان تبقى الرسمه واضحه، ناقص الاف زائد الاف اس مضروبه في 2 على جذر 13، الكلام ده في النهايه بيساوي صفر. المفروض ان انا معايا اف اس، المفروض معايا ان انا اف، اقدر اطلع من هنا مين؟ الاي واي، واعلم في الاختيارات بتاعتي واروح على الاختيارات على الصفحه بتاعت الام سي كيو، واروح معلم الاختيارات 4 و5 و6 و7، دول الاربع بوينتس اللي متغطيين في السؤال ده. تمام كده يا شباب؟ كده دول مسالتين equilibrium to dimension، equilibrium to dimension. طيب ايه هيجي لنا تاني في الامتحان ان شاء الله؟ هيجي لي مساله واتنين عن الفريم، هيجي لي مسالتين عن الفريم. طيب ايه هو الفريم؟ هو اكتر من ممبر متصلين ببين كونكشن، زي ما انت شايف كده ان الجسم ده مش جسم كده يعني منفصل عن بعضه، او جسم واحد كده ريجيد على بعضه، لا ده انا عندي جسم متصل او عندي اجزاء متصله ببعض عن طريق حاجه اسمها بين كونكشنز. طيب خطا شائع انا لقيته في الامتحان بتاع الميد تيرم الثاني، ان الناس بتفصل بمزاجها من عند اي نقطه، الفصل دايما بيبقى من عند الكونكشن. بمعنى انا لو بصيت على الاشكال اللي قدامي ديت، فالاشكال اللي قدامي دوت انا عندي ممبر اسمه اي بي سي دي، يعني ده كله كده، ده كله كامل، ده ممبر واحد. ما جيش انا عند نقطه البي واقول انا هفصل عند البي، يبقى عندي اي بي وعندي بي سي، ده غلط فيتل، يعني ده غلط قاتل، وطبعا بيطير المساله كلها. فانا اخد بالي ان انا عندي الاي بي سي دي ده، والجي كمان، ده كله ممبر كامل. طب الممبر الثاني المتصل بيه ممبر اسمه سي اي اف، برضو ده كله ممبر كامل، ما ينفعش افصل عند الاي، ما ينفعش افصل عند الاي. هل في ممبرز تانية في الـ في الـ في الفريم اللي قدامي دوت؟ اه فعلا في ممبر تالت اللي هو اي دي. طيب انا كنت قايل في المحاضره ملحوظه مهمه جدا،
للأسف الطلبة ما بتلتزمش بالملحوظة دي. الملحوظة ديت إن أنا إزاي أحل الفريم بأسرع ما يمكن. لو أنا ما التزمتش باللي أنا أو لو أنتوا ما التزمتوش باللي أنا بقوله في اللي أنا قلته في المحاضرة أو اللي أنا هأكد عليه في الفيديو دوت، صدقني المسألة بتاعتك هتبقى المتغيرات أو المجاهيل فيها كتير ومش هتعرف تحل بسهولة. بمعنى أنا كنت قايل في المحاضرة إن أنا ما بلجأش للفصل مباشرة. أنا كنت قايل في المحاضرة إن أنا ما بلجأش للفصل مباشرة. لازم الأول أشوف هل الأفضل إن أنا أعمل فصل ولا إن أنا أعمل اتزان خارجي، يعني أعمل المسألة كلها كأنها ريجيد بودي وإن الجسم ده كله كده على بعضه جسم واحد، ولا الأفضل إن أنا أروح فاصل المسألة بتاعتي. طيب تعال نشوف المثال ده. تعال أنا هعمل زي الطلبة وأقول إن طالما فريم هفصل، فأنا لما أفصل هلاقي كده إن أنا عندي ممبر مثلا اسمه A B C D. طيب هلاقي الـ A ديت عليها ده كده دعامة، شايفين البكرات الصغيرة دي؟ الدعامة دي اسمها رولر، فالرولر ده بيعمل كام رياكشن؟ واحد. والبي دوت اسمه بن، البن بيعمل كام رياكشن؟ اتنين. وفي هنا وصلة، فالوصلة ديت لما اجي اشيلها احط كام رياكشن؟ اتنين. كده اجمالي حتى الآن خمسة. وفي هنا وصلة كمان، كمان شوية هتعرف ان الوصلة ديت عبارة عن لينك ممبر، فهنا ده وان رياكشن. ماشي، تعال انا فاهم يعني ايه لينك ممبر، فاهم يعني ايه تو فورس ممبر، اللي هو ممبر لا يوجد عليه اي قوة او عزوم، وبقدر اشيله واحط مكانه ايه؟ قوة واحدة ومتصل بتو بن، يبقى هو ده اللينك ممبر. ماشي، فانا هحط هنا وان رياكشن، يبقى انا عندي الدي وان رياكشن، وعند السي اتنين رياكشن، وعند البي اتنين رياكشن، وعند الاي وان رياكشن. يبقى كده لو انا اشتغلت على الممبر ده هحل ثلاث معادلات اتزان في ست مجاهيل. طبعا هتقول لي انا ما انا هلاقي تاني معادلات او احل مع معادلات تانية. ماشي، كل الكلام ده جميل، بس الكلام ده هياخد منك وقت طويل. حتى لو ابتديت بالممبر ده يا دكتور، حتى لو ابتديت بالممبر ده هلاقي هنا ادي واحد وادي هنا اتنين رياكشن، والاف هنا برضو الدنيا مش احسن حاجه. الممبر ده ممكن انا لو خدت بالي ان الممبر ده هيبقى اسهل، بس انا شايف ان من الاسهل او من الاحسن ان من البدايه ان انا اجيب ده بن، دي الدعامه الخارجيه، وده ايه؟ رولر. البن بيعمل اتنين رياكشن والرولر بيعمل وان رياكشن. وخد بالك ان انا لو هعمل اتزان خارجي، لو هعمل اتزان خارجي اخد بالي ان اي حاجه من الحاجات دي مش باينه، يعني الرياكشن اللي عند سي مش باين، الفورس اللي عند الاي دي برضو مش باينه، والفورس الوحيده اللي باينه هي الفورس دي. طيب طبعا لازم نقرا راس السؤال علشان نعرف هو احنا هنشتغل على ايه بالظبط. بيقول لي determine the magnitude of reactions، وهو طالب الرياكشنز دي بالتفصيل تحت، اللي هو الرياكشن اي اكس وسي اكس وسي واي واف دي اي وكل التفاصيل بتاعت الفريم. بس عايز الكلام ده لما ثيتا بتساوي صفر. فين ثيتا ديت؟ هلاقيها موجوده هي على الرسم، ادي ثيتا اهي. يعني هو بيقول لك ان القوه ديت هتبقى الشكل الاساسي بتاعها او الشكل الصح بتاعها، ان ال 60 هتبقى هنا. هو بيسهل عليك، حتى مش هتحتاج ان انت تحل القوه المائيه. طيب هعمل ايه بالظبط؟ هاجي وابتدي اقول انا اول حاجه هنا احط الاثنين رياكشنز الخارجيين بي اكس وبي واي، وفي هنا خد بالك انت متعود دايما الرولر بتبقى في اتجاه يعني السطح بتاعها دايما بيبقى في اتجاه الاكس، فالرولر يبقى الرياكشن بتاعها في الواي. انت متعود على كده؟ لا، بس هنا الرولر بتاعها سطحها فين؟ في الواي. هي بتعمل وان رياكشن عمودي على سطحها، فيبقى عندي هنا الرولر في اتجاهها او سطحها في الواي، يبقى الرياكشن بتاعها في الاكس. الملاحظه دي مهمه جدا جدا. طيب هاجي لما اجي احل المعادلات بتاعتي هقول كده انتاير بادي او هول بادي. في الانتاير بادي هروح قايل برضو مجموع العزوم كانها بالظبط ايكوليبريم تو دايمنشن، مجموع العزوم حوالين البي بيساوي صفر، بي اكس وبي واي طاروا، الاي اكس بالنسبه لي هيدور عكس عقارب الساعه يبقى الاشاره بتاعته موجبه، القوة طبعا في الاكس يبقى البعد في مسافة فين؟ بالظبط كده، مسافة في الواي اللي هي المسافة 8. وهو كان كريم قوي معايا وخلي القوة 60 دي في اتجاه الواي، يبقى بعدها مسافة فين؟ في الاكس. وانا زي ما انا شايف ان 60 دي لتحت، يعني بتدور مع عقارب الساعة، يبقى سالب 60 في البعد اللي هي المسافة دي كلها، اطلع اجمعها من فوق علشان واحنا بنذاكر، 4 زائد 12 زائد 4. الكلام ده في النهاية بيساوي ايه؟ صفر. من هنا اقدر اطلع الاكس.
واحطها طبعا فين؟ في الاختيارات بتاعتي. طيب على نفس ال entire body ده هروح قايل submission force في اتجاه ال x بيساوي صفر. فين القوة اللي عندي في ال x؟ في عندي b x زائد a x بيساوي صفر. ده معناه ايه؟ ان ال bx هتساوي ايه؟ سالب ال ax اللي انا لسه مطلعها، واروح مطلع قيمة مين؟ ال bx. بس اخد بالي من حاجة مهمة جدا، ان هو طالب مني الماجنتيود، يعني مش ههتم بالاشارات، مش ههتم بالايه؟ بالاشارات. فالقيمة اللي طلعت لل ax هتبقى هي نفس القيمة بتاعت مين؟ ال bx. طيب اعمل ايه تاني؟ معلش علشان بس الصورة تبقى واضحة. مع المعادلات هنصغر شوية، هقول summation force في اتجاه ال y بيساوي صفر. أنا شايف هنا إن ال by ناقص 60 بيساوي صفر، يعني ال by هتطلع بكام؟ ب60، يعني معادلة أدي درجة أو درجة ونص على حسب ال MCQ بكام. هو غالبا عندكم ال MCQ هيبقى أكتر من واحد ونص كمان، فأدي درجة وطلعت ال بي اكس وطلعت ال اي اكس وطلعت ال بي واي. فاضل لي دلوقتي ان انا اعمل عمليه ايه؟ الفصل. لما اجي افصل انا قدامي دلوقتي اتنين اوبشنز، يا اما اخد الممبر ده، الممبر ده على بعضه، يا اما اخد الممبر التاني. طيب انا كتفضيل شخصي انا هاخد الممبر التاني اللي هو ده. ليه؟ انا ما بحبش انا فروق الارتفاعات ديت بتلخبط شويه وانا بجيب العزوم، فانا هشتغل على الممبر ده. الممبر ده عليه نقطه بي ونقطه سي. نقطه جي ديت احنا مش مطالبين بحاجه عندها، ده ديت موجوده بس في المرجع. وفي نقطه مين؟ نقطه دي. وتحت في نقطه الاي. طيب خد بالك من حاجه مهمه جدا. اولا الرياكشنات دايما لما انا باجي افصل جزء، وليكن مثلا فصلت من عند نقطه السي، فانا دايما بحط الرياكشنات في اتجاه على منبر وبعكسها على المنبر التاني. الكلام ده جميل، بس ده لو نقطه فصل زي نقطه السي او نقطه مين؟ الدي. مبدئيا احنا ما فصلناش قبل كده، دي اول مره نفصل. فلما فصلت عندي الجزء ده كده، نقطه سي انا ما فرضتش قبل كده اتجاهات، ونقطه الدي برضو انا ما فرضتش قبل كده اتجاهات، فمن حق ان انا اخد في اي اتجاه، سواء الموجب بتاع الاكس او الموجب بتاع الواي او سالب الاكس او سالب الواي على حسب الرياكشنات. طيب لكن الدعامه الخارجيه اللي هي كانت عند البي وعند الاي، سواء فصلت او ما فصلتش، فالرياكشن بتاعها بيدنه زي ما هو. بمعنى ان الاي انا كنت شغال على في الانتاير بودي على الاي انها في اتجاه موجب الاكس، لازم احط الرياكشنات بتاعه الاي زي ما كانت، وبرده رياكشنات مين؟ البي بي اكس و بي واي. حتى لو انا مطلع قيمة البي اكس كانت عندي باشارة سالبة ما عنديش اي مشكلة، بس هحطها هنا بنفس الاتجاهات اللي انا كنت حاططها. طب وعند السي؟ لا ده عند السي دي انا اول مرة افرض، فهروح فارض كده، هروح فارض سي اكس و سي واي. طيب والاي اللي عند الدي دوت، دي فورس وحيدة اللي هي فورس اسمها اف دي. ليه دي فرصة وحيدة؟ عشان دوت احنا اتفقنا عليه خلاص، قلنا ان ده اللينك ممبر، او دوت من تعريفه هو اللينك ممبر اللي هو بيعمل قوة واحدة، بشيله واعتبره كأنه تنشن. ممكن يطلع معايا بإشارة سالبة مفيش مشكلة، بس انا مجهز نفسي للإشارة بان انا طالب منك في رأس السؤال ايه؟ طالب منك الماجنتيود. طيب اجي اعمل ايه؟ هروح قايل لازم برضو انت تبقى تفهمني انت تشغل على ايه. هروح قايل ممبر A B C D، برضه هبدأ بمعادلة العزم حوالين نقطة عليها أكبر عدد من المجاهيل. طبعا الناس بتفكر تقول لي أنا هاخد حوالين البي، لا البي أنا خلاص دول بالنسبة لي ما عدوش مجاهيل، أنا أوريدي جبتهم فوق، فأنا هاخد العزم حوالين مين؟ السي. طيب لما هاخد العزم حوالين السي هيبقى عندي ال سي إكس وسي واي عزمهم صفر، عندي البي اكس بتمر، عندي البي واي هتعمل عزم على حسب الاتجاه اللي انا فرضه ده،
فهي هتدور عكس عقارب الساعة، يعني إشارة موجبة في البعد اللي هو لو طلعنا نبص عليه فوق مسافة 4، وأنا عندي الـ AX هتدور برضو عكس عقارب الساعة يعني إشارة موجبة في البعد لو طلعنا بصينا عليه فوق هيبقى 8، وعندي الـ CX و CY قلنا خلاص. عندي الـ FDE هتدور عكس عقارب الساعة يعني إشارة موجبة في البعد لو رجعنا بصينا عليه فوق اللي هو المسافة 12، المسافة 12 اللي هي المسافة من الـ D للـ C، أنا باخد اللزوم حوالين الـ C اللي هي المسافة كام؟ 12. طب هروح ضارب هنا في المسافة اللي هي 12، الكلام ده في النهاية بيساوي إيه؟ صفر. طبعا أنا جايب معايا فوق بي واي وجايب اي اكس، واقدر اعوض واطلع مين؟ اف دي. حاجة مهمة جدا جدا، الاي اكس طلع بإشارة موجبة احطها موجبة، طلع بإشارة سالبة احطها سالبة. طب ما انت ايه لي، انا عايز الماجنتيود، ماشي انا عايز القيمة النهائية وانت بتعوض تجيب لي هنا الماجنتيود، انا ما عنديش مشكلة، لكن عشان اخدم على بقية المعادلات لازم اعوض بالإشارة اللي طلعت لي مظبوطة. مفهوم الحتة ديت؟ طيب البي واي نفس الكلام، انا وانا مطلع البي واي هنا كنت مطلع البي واي اتجاهها لفوق، اه هي طلعت موجبة هعوض عنها موجبة. فرضا في نوع تاني من المسائل طلعت معايا سالبة، هعوض عنها بإشارة ايه هنا في العلاقة دي؟ هعوض عنها بإشارة سالبة، واقدر اطلع من هنا مين؟ اف دي. طيب مش محتاج طبعا اكمل، اللي فاضل سميشن اف اكس بيساوي صفر، فين القوة في اتجاه الاكس؟ هاجي ابص هنا هلاقي في بي اكس وفي اي اكس وفي سي اكس. في حاجة تانية في اتجاه الاكس؟ ما اعتقدش. بس منساش ان انا شغال فوق كنت مطلع ان البي اكس هي هي سالب الاي اكس، فغالبا دول هيطيروا بعض، بمعنى اصح ان سي اكس هتبقى بكام؟ بصفر. فعلا انا هنا عندي في كل الاختيارات السي اكس، طبعا انا طالب منك هنا سي اكس وسي واي، ففي كل الاختيارات السي اكس انا مأكد لك انها هتطلع دايما بايه؟ بصفر. تمام، يبقى احنا شغالين حتى الان صح. سميشن الفورس في اتجاه الواي بيساوي صفر، فين القوة في اتجاه الواي؟ القوة في اتجاه الواي تعال نجمع كده تاني، نقول بي واي زائد سي واي زائد اف دي اي بيساوي صفر. اخد بالي من حاجة مهمة جدا، غالبا الاف دي اي ده هيطلع معايا بإشارة سالبة، ده هيطلع معايا هنا بالنظر كده للمعادلات، ده موجب وده موجب، ده لازم يكون عندي هيطلع معايا بإشارة سالبة، يعني هو كان اتجاهه المفروض لتحت بس انا فرضته لفوق، فخلاص يبقى عوض عنه هنا بإشارة اللي طلع معايا. والبي واي انا كنت جايبها من الانتاير بادي، يبقى فاضل لي ان انا اطلع مين؟ قيمه السي واي. اخد بالي كويس جدا ان الاف دي اي هنا هعوض عنها بالاشاره اللي طلع بيها اللي هي غالبا هتبقى اشاره سالبه. تاني كده بسرعه، دي مسالتين فريم. مين قال لك انها مساله فريم؟ انا عندي اكتر من جزء متصلين ببين كونكشن، اكتر من جزء متصلين ببين كونكشن. طب البين كونكشن ده فين؟ البين كونكشن ده عند نقطه السي وعند نقطه الدي وعند نقطة الـ E. تمام؟ طيب الفريم عشان أحله قدامي حاجة من الاتنين، يا إما أعمل فصل مباشرة للأجزاء وأشتغل على كل جزء، يا إما أعمل اتزان خارجي وبعدين أفصل. أنا قلت معاكم في المحاضرات إن يفضل إن أنت تعمل اتزان خارجي بعينيك الأول، لو لقيته هيفيدك اشتغل عليه، لو مش هيفيدك خش وافصل مباشرة. وحتى وأنا بفصل برضو هبص على الجزء اللي عليه اقل عدد من المجاليل. تمام، فانا لقيت هنا الاتزان الخارجي، لقيت ان البي هيبقى عنده 2 رياكشن والاي عنده 2 عنده 1 رياكشن، فالاجمالي المجاهيل 3. في الاتزان الخارجي مش هيظهر معايا البين كونكشن اللي عند السي ولا الاي ولا حتى الدي. طيب يبقى انا عندي 3 مجاهيل اقدر احلهم بالثلاث معادلات، او لو كنت فصلت كنت هاخد الجزء اللي هو ده اللي هو الممبر ده اللي هو دي اسف سي اي اف. سي اف ده ماله؟ برضه هيبقى عنده هنا 2 رياكشن وهنا 1 رياكشن اللي هو بتاع اللينك ممبر ده، والاف او الفورس اللي عند الاف دي معلوم، بس انا ما حبيتش اخد بس الشكل اي شكل مش مستقيم، في شويه انحناءات كده علشان ما اتلخبطش في الابعاد وانا بجيب اللزوم. تمام كده يا شباب. طيب تعال نبص على مثال تاني عن الكوليبريم، اسف عن الفريم والماشين. طبعا دي اخت المساله اللي جات لكم في الميد تيرم الثاني، كان المطلوب برضو عاوز منك الرياكشنز.
برضو في خطأ هنا شائع برضو لقيته عند الطلبة، يقول لي إن الإيه ده أو الدعامة اللي عند الإيه عبارة عن سطح. لأ، ده دايما كده طالما أنا حاطط لك كده في ظل هنا، ده كده معناه إن ده fixed support. حتى لو أنا ما قلتش في رأس السؤال الجزء ده إيه يا شباب؟ fixed support. فأنا لو مشيت بالكونسبت اللي أنا كنت ماشي بيه في المسألة اللي فاتت، دي مسألة فريم. مين قال لك إنها فريم؟ في بين كونكشن عند سي، في بين كونكشن عند دي، وفي بين كونكشن عند البي. حاجة خطيرة برضو كانت بتحصل في التصحيح بتاع الميد تيرم التاني، أو خطأ شائع برضو عند الطلبة، إن هو يقول لي أنا هشتغل على الجزء دي إي. يا جماعة دي إي ده مش جزء، أنا الأجزاء اللي عندي هنا واضحة وصريحة، A سي، A سي، الجزء التاني سي دي، سي دي، الجزء التالت دي بي، الجزء التالت مين؟ دي بي. وممكن اعتبر ده جزء رابع هو عبارة عن لينك ممبر، يعني قوة واحدة. طيب انا لو بصيت كده على الاتزان الخارجي هلاقي عندي هنا كام رياكشن؟ ده فيكسد سبورت يعني بيعمل 3 رياكشن. طيب 3 رياكشن دول عبارة عن ايه؟ 2 قوة و1 عزم. تمام، ده مش هيبان معايا في الاتزان الخارجي، ولا ده هيبان معايا في الاتزان الخارجي، بس ده هيبان، ده هيبان معايا في الاتزان الخارجي، ويبقى عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن روكر، يعني بيعمل 1 رياكشن. كده اجمالي حتى الان 4 رياكشنز، واللينك ممبر ده هيخلي لي الرياكشن اللي هنا رياكشن واحد بس، يعني انا عندي 5 مجاهيل في الاتزان الخارجي. لا، يبقى يفضل في النوعيه دي من المسائل ان انا ابتدي اعمل عمليه ايه؟ الفصل. طيب لما اجي افصل هلاقي في ممبر اسمه اي سي، لو جيت اعد بقى على الرياكشنات بتاعته هلاقي عند الاي 3 رياكشن، وهلاقي عند سي 2 رياكشن. برضو الممبر ده ممبر تقيل عليه 5 مجاهيل، مفيش مشكلة إن أنا أبدأ بيه، بس المشكلة كلها إن أنا هلاقي المجاهيل بتاعتي كتيرة. لكن لو أنا جيت أشتغل على الممبر اللي قدامي دوت اللي هو اسمه سي دي، ده الممبر ده أصلا فيه ميزة خطيرة جدا. الممبر ده من تعريف التو فورس ممبر، هو ممبر متصل بتو بن ولا يوجد عليه أي قوة أو عزوم. فده معناه إن أنا أقدر أشيله وأحط مكانه إيه؟ بالظبط كده، ده عبارة عن لينك ممبر، يعني عبارة عن قوة وحيدة اللي هي قوة الشد هنا. طيب فده بالنسبة لي مش ممبر، يعني ان انا اعمل عليه معادلات او حاجة، هو خلاص انا هشيله واحطه مكانه قوة وحيدة. اجي اشتغل بقى على الممبر ده كده، ابص الاقي عند البي في كام رياكشن؟ فعلا 1 رياكشن اللي هو بتاع اللينك ممبر ده، وفي 1 رياكشن هنا بتاع الروكر ده، وفي الاتنين رياكشن هنا. لا، دول مش اتنين، لان البن دوت لما اجي افصله هحط قوة وحيدة هنا في اتجاه محور مين؟ اتجاه محور الاكس. طيب يبقى انا شايف ان انا الممبر اللي اسمه دي اي بي ده اسهل ممبر عندي، لانه فيه 3 مجاهيل فقط. طيب تعالى كده نشوف هنحل المعادلات ازاي. انا هروح قايل له كده، هعرف له انا هشتغل على ايه. هروح قايل له ممبر دي اي بي، هو ده الممبر اللي هشتغل عليه. هروح راسم الفري بودي دياجرام بتاعه. في هنا فورس اسمها اف سي دي، عايز تفرضها في اتجاه الاكس الموجب، اتجاه واي، اسف، اتجاه اكس الموجب تمام، اتجاه اكس السالب برضو تمام. في عندي هنا رياكشن واحد نسميه اي واي، في عندي هنا الفورس اللي عند البي برضو دي في اتجاه مين؟ الواي. طبعا انت كطالب هتفرح قوي ان هتلاقي لو انت حليت المعادله دي مجرد النظر هتلاقي رياكشن بصفر. ليه؟ عشان سيادتك نسيت اللود. اللود ايه ده؟ اللود ده ده حمل موزع. حمل ايه؟ موزع. الحمل الموزع ده هنا موزع على شكل ايه بالظبط؟ موزع على شكل مثلث. القاعده بتاعت تركيز الحمل الموزع ان الحمل الموزع ان الحمل المركز عباره عن مساحه الشكل، فمساحه الشكل اللي قدامي ده مساحه مستطيل، اسف، مساحه مثلث. طب مساحة المثلث هي نص مساحة المستطيل، يعني نص القاعدة في الارتفاع. الارتفاع ده يا جماعة بالنسبة لي مش طول، هو قوة موزعة، يعني قوة على طول. طيب فأنا لما أجي أحط الرياكشن بتاعي، أولا هو الرياكشن بتاعي هيبقى نص في 6 في 900، نص، مش الرياكشن آسف، الحمل المركز، نص في 6 في 900، أدي نص في 6 في 900. طب تتحط فين دي بقى؟ تتحط نسبة 1 إلى 2 من ناحية القاعدة ديت، الحتة الارتفاع العالي ده 1 إلى 2، بس أصلا القاعدة دي أصلا
طولها كلها 6، فواحد إلى 2 ديت هي نسبة، أو هي طول 2 و4. نسبة 1 إلى 2 هي 2 و4. فأنا هاجي هنا وأروح حاطط القوة، طبعا لو حسبتها كده هتبقى 3 في 900، يعني 2700، والبعد هنا 2، وبعدين فاضل لحد الاي واي 1، وبعد كده لحد هنا كام؟ 3. طيب على الممبر ده طبعا الدنيا سهلة وبسيطة، ممكن اقول هبدأ بمعادلة العزم برضو زي ما انا متعود، حوالين نقطة البي او الاي مش هتفرق كتير، اقول بتساوي 0، عزم حوالين البي يعني البي واي ده اللي هيطير، فاضل مين؟ اي واي. طب الاي واي ده بيدور موجب ولا سالب؟ بالنسبة لنقطة البي فهو بيدور عكس مع عقارب الساعة، يعني الإشارة بتاعت الدوران ايه؟ سالبة في البعد 3. طب والحمل اللي هو ركزناه اللي هو 2700 هيدور ايه؟ هيدور موجب في البعد 4. طب والاف سي دي ديت؟ لا دي عزمها بصفر. طيب يبقى انا عندي بس الاي واي هنا هو اللي هيعمل عزم، يعني لو حبينا نحلها هتبقى معايا بي 4 في 900، يعني 3600. احنا عايزين مين بالظبط هنا؟ اي واي 3600. هاجي على الاختيار ده واعلم عليه واعلم عليه في البابل شيت. طيب طبعا المسألة هنا يعني بسيطة. ليه بسيطة؟ علشان ابتديت صح، لو مابتديتش صح الدنيا هتبقى صعبة. لو انا ابتديت وعملت هنا اتزان خارجي عكس المسألة اللي فاتت، هو اسف زي المسألة اللي فاتت، لا الدنيا هتضلم معايا لان هيبقى معايا 5 مجاهيل. لكن لو انا اشتغلت وعملت الاول فكرت في الاتزان الخارجي وفكرت في الفصل وشفت مين اسهل، فالدنيا هتبقى ابسط ان شاء الله. هاجي هنا على الممبر ده واروح مكمل معادلاتي، سمشن اف اكس بيساوي 0، القوة الوحيدة في الاكس عندي هنا هي الاف سي دي، يبقى الاف سي دي ده هيطلع معايا بصفر. وبعد كده المعادلة الأخيرة سميشن اف واي بيساوي 0، فين القوة اللي في الواي؟ نبص مع بعض كده، معايا اي واي زائد بي واي ناقص 2700 بيساوي 0. طبعا بعينك كده لما احنا جبنا هنا الاي واي كانت ب 3600، فده معناه ان انا البي واي هتطلع معايا ب 900، بس بإشارة سالبة مفيش مشكلة، احنا هنا طالبين الماجنتيود فانا هاخد قيمة 900، وطبعا الاف سي دي كان هنا بكام؟ بصفر. فاضل ايه بالظبط؟ فاضل ان انا اشتغل على الممبر اللي بعده. الممبر اللي بعده احنا اتفقنا هما 3 ممبر، ماشي 3 ممبر، مين؟ اي سي وسي دي ودي اي بي. السي دي اتفقنا ان هو لينك ممبر، فخلاص انا بقى عندي اجمالي 2 ممبر، ممبر اسمه اي سي وممبر تاني اسمه مين؟ دي اي بي. طيب هروح راسم كده تحت هنا الاي سي، ما انساش ان الاي ده الفيكسد سبورت عليه 3 رياكشن، يعني رياكشن في الاكس رياكشن في الواي وعزم اللي هو ام اي، وفي عند السي هنا هعكس الرياكشن اللي انا كنت فرضه اللي هو اف سي دي اللي هو بصفر، مفيش مشكلة عنه. طبعا برضو في هنا حمل موزع هركزه واكمل بقية المعادلات بتاعتي. هروح قايل للممبر اي سي وابدأ بمعادلة العزم حوالين الاي واقول انها بتساوي 0. مين يا سيدي هيعمل العزم عندك؟ اي اكس واي واي مش هيعمله، بس هيبقى فيه العزم الخارجي اللي انا فرضه اسمه ام اي، اخد بالي من الحته دي كويس جدا. والاف سي دي هي اصلا بصفر وعزمها بصفر، وعندي سالب الحمل الموزع دوت اللي انا هضربه في البعد هيطلع معايا البعد 3 بيساوي 0. دي بقى واجب او دي انت تكملها معاك مع نفسك كده وتطلع القيمه بتاعه الحمل الموزع لما اجي اركزه، واروح مطلع في النهايه ام اي سميشن اف اكس بيساوي 0، اطلع الاي اكس هتطلع بتساوي الاف سي دي برضه بصفر، سميشن اف واي بيتساوي 0، هطلع ان الاي واي هيساوي الحمل اللي انا ركزته هنا والمسألة انتهت. كده معاك 6 نقط بمعدل درجتين الا ربع او معدل درجة ونص، يعني انت بتتكلم في 9 درجات لو حليت المسألة بالاسلوب اللي انا مشيت بيه.
عدا ذلك هتطول مع هتطول في طريقة الحل بطريقة كبيرة إلى حد ما. طيب هو حتى الآن الفيديو يعني تخطى 50 دقيقة، فده معناه إن الفيديو هيبقى طويل جدا. فعشان أقدر أحمل لكم الفيديو أنا هتغاضى عن الجزء بتاع 3 dimension، بس لو في مشكلة ممكن تسألوني فيه وأبقى أبتدي أحل معاكم. ال 3 dimension هيجيلك مسألة شبه للمسائل أو تيبيكال للمسائل اللي موجودة عندك في الشيت، مفيهاش أي مشكلة، راجعها كويس. واللي عنده مشكلة ممكن برضه نبقى نعمل فيديو تاني في وقت تاني. تعالى بقى للسؤال اللي اتكرر من الطلبة كتير، سؤال الماشين. سؤال الماشين هو أخو الفريم، بس قلنا إن الماشين بس الميزة بتاعته إن هو بيبقى designed to magnify and move loads. يعني أنا الماشين بصممها بحيث إن أنا أروح مكبر حمل معين أنا بأثر بيه هنا. يعني أنا مثلا هنا بأثر بقوة اسمها بي، أكيد القوة اللي هتوصل للصمولة ديت أكيد قوة أكبر، عشان كده استعملت إيه؟ الماشين. طيب الماشين هتجيلكوا بالظبط بالمنظر ده، هتجيلكوا فيها سيمترية. يعني ايه يعني ايه سيمتري؟ سيمتري يعني تماثل، يعني الجزء اللي فوق شبه الجزء اللي تحت، فانا مش شرط ان انا اشتغل على الاجزاء كلها. طيب الماشين فرقه في الحل عن الفريم ان انا بعمل عملية الفصل مباشرة. بعمل عملية ايه يا شباب؟ الفصل مباشرة، ما بفكرش في الاتزان الخارجي، لان الاتزان الخارجي هيبقى معادلة تريفيال، ان هي معادلة وحيدة، القوة الوحيدة اللي باينة بره هي البي وبيطيرها بي تحت. فانا مش معقول هقول سمشن اف واي بيساوي صفر يعني بي ناقص بي بيساوي صفر، فدي معادلة مش هتبقى مفيدة بالنسبة لي. لكن الحل بتاعي بيبدأ ازاي؟ ان انا بفصل مباشرة. طب انا بفصل بشتغل ازاي؟ تعالى نقرا السؤال كده. بيقول لي the tool showing is used to crimp terminals onto electric wires. ده المفروض حاجة زي القراجة كده اللي انتوا تسمعوا عنها، عايز يظبط او يقطع التيرمينال بتاع سلوك كهربية. فهو بيقول لك ان الوركر ده المفروض هيعمل قوة بي 135، هو عاوز منك القوة، اكيد اكيد هيبقى طالب منك القوة اللي هتحصل فين؟ عند الالكتريك واير، الالكتريكال واير. طيب انا بداية حلي ازاي؟ زي ما اتفقت معاكم ان انا هعمل فصل مباشرة. انا كنت متفق معاكم ان انا هاخد جزء عليه قوة معلومة وبعد كده الجزء اللي عليه قوة مجهولة، تمام. وكنت بختار الاجزاء الاقصر. بس ليه بختار الاجزاء الاقصر؟ علشان يبقى الرياكشنز عليها اقل، كل ما الجزء يبقى قصير بيبقى عدد البنات الزيادة عليه اقل. فانا هنا لما جيت بصيت على المسألة ديت وزي اللي هتيجي معاك في الامتحان، لقيت فيه هنا تماثل، يعني الجزء اللي فوق زي الجزء اللي تحت، سواء في الهاند ديت او حتى في الجزء اللي عند الالكتريك واير. فانا مش فارق معايا اخد الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت، فانا ممكن اختار، انا خلاص هاخد القرار ان انا اختار الجزء اللي فوق ده وارسم له الفري بودي دايجرام. طيب اتفقت معاكم برضو ان انا مش مهتم بالرسمه انها يكون شكلها كويس، بس مهتم بالابعاد الافقيه والراسيه ما بين النقط. يعني انا عندي نقطه هنا اسمها دي ونقطة تانية هنا اسمها F. يهمك هل في بعد أفقي ورأسي بين النقط دي؟ اه ولا لا؟ طب في هنا القوة الخارجية اللي هي البي، منساهاش. هل في بعد أفقي ورأسي ما بينها وما بين النقط؟ اه ولا لا؟ هو ده اللي أنا مهتم بيه، يعني أنا مهتم بالمسافة دي اللي هي عندي بـ 200، مهتم بالمسافة دي اللي هي عندي، إيه ده؟ ده مش موجودة. طالما مسافة مش موجودة يبقى مش هحتاجها، عشان ما اعطلش نفسي في الامتحان. طب المسافة الأفقية ما بين الاف والدي موجودة. تاني، طالما عندي مسافة مش موجودة يبقى ايه؟ مش هحتاجها. طيب تعال نحط الرياكشنز بتاعتنا. عند نقطة الدي دي في كام رياكشن؟ 2، دي اكس ودي واي. طب عند نقطة الاف في كام رياكشن؟ اف اكس و اف واي. طيب في حاجة مهمة جدا في البارت ده او في الجزء ده. الجزء ده احنا تعرفنا عن معلومة مهمة اسمها تو فورس ممبر. ايه هو تو فورس ممبر؟ ممبر عليه 2 بن مش عليه اي قوة او عزوم، فده كنت بشيله احطه مكانه ايه؟ قوة واحدة زي التنشن.
الممبر ده في حاجة اسمها 3 فورس ممبر، في كونسبت اسمه ايه 3 فورس ممبر. ايه هو 3 فورس ممبر ده؟ هو ممبر عليه 3 بوينتس بيأثر فيهم الفورس، عليه 3 بوينتس بيأثر فيهم الفورس. ف 3 بوينتس دول بيبقى القوة اللي فيهم يا اما كلهم متوازيين يا اما هيتلاقوا في نقطة، يا اما كلهم متوازيين يا اما مالهم هيتلاقوا في نقطة. فده يخلي لي ايه اللي هيحصل هنا؟ لو انا بصيت على القوة اللي هي 135 دي، القوة دي موازية لمحور مين؟ واي. والقوة اللي هي الاف اللي هي في هنا اف ده في منها اف واي واف اكس صح؟ عشان احنا كنا فرضين اتنين رياكشن، وفي هنا دي اكس وهنا في دي واي. وزي ما احنا متعلمين ان طالما ما فيش اكشن يبقى ما فيش رياكشن، انا مش شايف اي اكشن عندي هنا في اتجاه الاكس. الاكشن الوحيد عندي هنا اللي هو ال 135 خارجيه دي في اتجاه مين؟ الواي. فده معناه ان انا ما عنديش حاجه اصلا اسمها دي اكس، ولا عندي حاجه اصلا اسمها اف اكس، ده انا عندي بس دي واي واف واي والقوه الخارجيه. فعلا علشان كده البارت الاولاني دوت، انا كل اللي انا هعمله هروح قايل سمشن المومنت حوالين النقطه، يا دي اف مش فارقه، وليكن الاف مثلا. خلينا سمشن مومنت حوالين الدي. ليه الدي؟ علشان بعد جاهز بس بتاع القوه 135 مش فارقه. فلما اخد اللزوم حوالين دي، طبعا الدي واي عزمها صفر، فاضل 135 انا شايف انها بتدور مع عقارب الساعه في البعد الجاهز اللي هو 200. عايز تحول الوحدات مفيش مشكله، مش عايز برضو مفيش مشكله، لان في الاخر النسب ما بين الوحدات بتاعه المليمتر هتطير بعض في الاخر، ويبقى فاضل الوحده بتاعه الفورس اللي عندك. طيب سالي 135 في 200، وعندك الاف واي بالمنظر اللي هي موجوده دي، هيبقى موجب اف واي في البعد اللي هو 15. الكلام ده في النهايه بيساوي ايه؟ صفر. معادله في مجهول واحد اللي هو مين؟ اف واي. فاقدر اطلع من هنا بالظبط قيمه الاف واي بكام. تمام؟ طيب بعد ما طلعت اف واي، سمشن اف واي بيساوي صفر. فين القوه في الواي؟ في عندي دي واي زائد اف واي ناقص 135 بيساوي صفر. انا لسه مطلع مين؟ اف واي. فاقدر احسب مين؟ الدي واي. حتى هنا هو طالب منك الرياكشن دي واي، وطالب منك الرياكشن ايه؟ اف واي. حتى لا في اي مشاكل. تمام. طيب انا كده جبت او اشتغلت على الجزء ده كاملا. المفروض اخد بقى الجزء اللي عليه قوه مجهوله اللي هو ده، ما انا عايز القوه دي. فانا لما اجي اشتغل على الجزء ده، تعال نرسم له فري بودي جرام، برضه نفس الكلام، انا يهمني الابعاد الافقيه والرأسيه ما بين مين؟ النقط، في نقطه اسمها بي، نقطه اسمها دي، نقطه اسمها اي، هو ده اللي يهمني. لو مفيش بعد افقي او رأسي يبقى اكيد مش هحتاجه. طيب لما اجي ارسم الجزء ده، لما اجي ارسمه، ادي البي، وادي الدي، وادي الاي. نرجع تاني للرسمه. هو الدي دوت كان بن، وانا فرضت عنده رياكشن، لازم اعمل ايه هنا؟ لازم بالظبط كده، لازم اعكسه، انا كنت فرضه لفوق، هعكسه يبقى اتجاهه لتحت. طيب، ايه اللي عند البي ده؟ اللي عند البي ده واصله ما بين البي والسي، بن وبن، مفيش اي قوه او لزوم عليه، يبقى ده اسمه ايه؟ تمام كده، ده اللينك ممبر، اشيله واحطه مكانه ايه؟ قوه واحده، تنشن او كومبريشن، ممكن افرضها لفوق او لتحت. انا هفرضها لفوق مفيش مشكلة، ولو طلب اشارة سالب برضو مفيش مشكلة. طيب النقطة ديت، النقطة اللي هي نقطة الاي دي، في عليها ايه بالظبط؟ وانا بضغط على الصامولة وبقطعها، ولا الصامولة او سوري بضغط على الكيبل، ولا الكيبل اللي بيضغط عليا؟ على حسب، انت لو بتدرس الصامولة نفسها فانت بتضغط عليها، لكن لو انت بتدرس الكلامب دوت فهو انت حاسس ان هو اللي بيعمل عليك ايه؟ رياكشن. فاسمي هنا رياكشن اي واي. طبعا انا شايف ان انا ما استعملتش اي معادله للاكس، لان اتفقنا ما فيش اي رياكشنز في الاكس. هقول هنا على البارت التاني دوت، سميشن المومنت حوالين الاي مثلا بيساوي صفر. طبعا الابعاد واضحه عندك 40 و30، البعد ده 40 والبعد ده 30.
ف summation moment حوالين ال A بيساوي صفر. أنا شايف إن ال BY هنا في الاتجاه اللي أنا فرضه ده بيدور عكس عقارب الساعة يعني موجب في البعد 30، و ال DY هدور سالب في البعد 70، الكلام ده بيساوي صفر. أخد بالي من حتة كويس جدا جدا جدا، إيه هي؟ إن أنا DY ممكن يطلع هنا بإشارة سالب، أنا مش عارف الرقم. يعني ممكن لو خلصناها ثواني كده، انا لما خلصت الرقم لقيت ال اف واي دي هتطلع معايا ب 1800، فلما اعوض هنا 1800 ناقص الكلام ده فهيطلع معايا اشاره الدي واي باشاره سالبه. انا فاهم ان انا في الاختيارات هنا، في الاختيارات الموجوده قدامي، انا هاخد القيمه الموجبه عشان انا طالب منك الماجنتيود في السؤال. لكن وانا بعوض هنا اخد بالي كويس جدا ان انا اشاره الدوران هنا اشاره سالبه، والدي واي نفسها بسالب 1665، يعني سالب في سالب هيدي اشاره ايه؟ موجبه. ففي النهايه اقدر اطلع قيمه مين؟ البي واي او الفورس اللي هي في البي سي ده، هي اسمها بي واي او الفورس في اللينك بي سي، الاثنين واحد. فاخد بالي كويس جدا الاشاره دي سالبه وهتضرب في اشاره سالبه، يبقى في النهايه الاشاره هنا موجبه، واقسم على واخلص النتيجه دي فاقدر اطلع من هنا قيمه مين؟ البي واي. الحته دي مهمه جدا جدا. وبعد كده اروح معوض في سمشن اف واي يساوي صفر، طبعا بي واي هنا هتطلع باشاره سالب، سمشن اف واي بيساوي صفر اللي هي اي واي زائد بي واي لان هي على الرسم زائد، سالب دي واي لان هي على الرسم سالب. واخد بالي ان الدي واي كان باشاره ايه؟ سالب، والبي واي كان هتطلع معايا بإشارة ايه؟ برضه سالب. فهنا هيبقى في سالب في سالب هيديني موجب، وفي هنا سالب، واجمع واديها في الاتجاه التاني واقدر اطلع قيمه مين؟ الاي واي. طبعا انا لو نسيت اي حاجه من الاشارات ديت الارقام مش هتطلع مظبوطه معايا. تمام، دي مساله ايه؟ مساله المشين. مساله المشين هتجيلك زي كده، ان انت عندك سيمتري والدنيا هتبقى بسيطه ما تقلقش منها خالص. تمام يا شباب. طيب اخر حاجه مساله الفريكشن. الفريكشن هتجيلك تطبيق مباشر اللي احنا خدناه في المحاضره والسكشن بالظبط، مش هيجي اي حاجه احنا ما قلناش في المحاضره. انا هضطر اقفل الفيديو علشان كده الفيديو طويل قوي، عشان اعرف اعمل لكم ابلود للفيديو. تمام، لو في اي سؤال انا موجود معاكم على الجروبات. طيب اهم حاجه، اهم حاجة في اسلوب الحل ان انت حاول ان انت تلتزم بالكلام اللي انا قلته كويس جدا. ليه؟ علشان تقدر تحل، علشان تقدر تحل الامتحان كامل. الامتحان هيبقى 37 بوينت بس في اوفر في الامتحان، ما تقلقش. بس ده معناه ان انت لو قصرت في سؤال ممكن برضو تقفل الامتحان، لكن مش ان انت هتقصر في الامتحان كله يبقى في اوفر، لا، الاوفر ده عبارة عن فاكتور من الحل بتاعك. تمام، وبالتوفيق ان شاء الله. ولو في اي اسئلة احنا موجودين مع بعض.